انتصف النهار في فلسطين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة لآخر الأحداث والأخبار والتطورات وكل ما يجول في محافظات الوطن. إذن هي جولة جديدة مع شبكة مراسلين المتواجدين في الميدان. سريعا نذهب لنرحب بهم وأيضا لنعرف آخر ما يجول في هذه المحافظات من أخبار وفعاليات ميدانية وأيضا محلية. نعود مع شبكة مراسلين الآن. نبدأ مع دانا أبو شمسية من العاصمة المحتلة، بكر عبد الحق من نابلس، عرين العملة من الخليل، وأيضا سالي السكني من المحافظات الجنوبية التي ستنضم إلينا لاحقا. البداية معك دانا أبو شمسية، إذا انهيارات كانت نتيجة حفريات الاحتلال المتواصلة بالأمس، واليوم الحديث عن هدم لمنشأة تجارية بالإضافة إلى إبعاد لحراس المسجد الأقصى. المشهد من العاصمة المحتلة، تفضلي دانا. نبدأ منذ صبيحة هذا اليوم، وفي تمام الساعة 6 صباحا قامت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال بمداهمة بلدة بيت صفافة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وباشرت بعملية هدم لمنشأة تجارية وهي مغسلة للمركبات بحجة البناء دون ترخيص، إلا أن الهدف أسمى من ذلك كما يقول الخبراء هنا. هذه المغسلة واقعة في الطريق الواصلة ما بين بلدة بيت صفافة وبين ما تسمى مستوطنة جيلو الجاثمة على أراضي المواطنين هناك جنوب المسجد الأقصى المبارك. كان هنالك قبل سنوات طويلة الحديث وحتى جديدا تم مصادقة على شق طرق جديدة لإقامة قطار خفيف يخدم المستوطنين ويصل المستوطنات في بعضها بعض، لذلك هذه المغسلة وهذه المنشأة التجارية هي تقع في هذه الطريق، لذلك قامت قوات الاحتلال بهدم هذه المغسلة لتسهيل وتيسير شق الطرق هناك لإقامة القطار الخفيف الذي سيمر ويقطع أوصال المدينة من شمالها إلى جنوبها شرقها بغربها، تماما كما أنا متواجدة الآن في هذه المنطقة ومنطقة أرض السمار أو الأراضي التابعة لقرية لفتة المهجرة منذ العام 1948. هذه المنطقة المسمى الآن في التلة الفرنسية، مستوطنة التلة الفرنسية، تقوم قوات الاحتلال وآليات بلدية الاحتلال حتى هذه اللحظة بشق الطرق وتعبيدها خدمة للمستوطنين ولشق طرق جديدة بإقامة مسار للقطار الخفيف كما تم بناؤه في سنوات سابقة يخدم المستوطنين خاصة في مناطق الواصلة ما بين المستوطنات الجاثمة في شعفاط بيت حنينة وحزمة وغيرها، لذلك خط القطار هذا سيمر من هذا الطريق وصولا إلى بيت صفافة حيث هدمت قوات الاحتلال اليوم هذه المنشأة التجارية، ولكنها تذرعت تحت الحجة الدائمة وهي البناء دون ترخيص تماما كما حدث أمس بإجبار المواطن حسام العباسي على هدم منزله ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية تضاف لعمليات الهدم. يأتي هذا سياقا لعمليات الهدم والتهجير المستمرة ضمن حرب ديموغرافية تشنها حكومة الاحتلال بأذرعها المختلفة على أبناء العاصمة لتهجيرهم وإخلاءها للمستوطنين بخلق أقلية عربية وأكثرية يهودية، فهنالك 24 منزل ومنشأة مهددة بالهدم بعد تسليم 24 ألف منشأة مهددة بالهدم في كل مدينة القدس بسبب تسليم أوامر الهدم وبسبب المخططات الاستيطانية التي تطال أبناء العاصمة. نتحدث عن سياسة أخرى اليوم، ومنذ صبيحة هذا اليوم كان هنالك انتهاك جديد طال رؤساء الهرم في دائرة الأوقاف الإسلامية. رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الدكتور الشيخ عبد العظيم سلهب تم تحقيق معه في مراكز المسكوبية وفي القشلة التابعة لحكومة الاحتلال، وتم قرار إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوما. كذلك هو الحال لمدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس بالإبعاد لمدة 40 يوما. عدا عن ذلك كان هنالك إبعاد للدكتور الشيخ أيضا ناجح بكيرات نائب رئيس مجلس الأوقاف لمدة 4 أشهر. عدا عن ذلك كان هنالك إبعاد بحق حارس من المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر ضمن سياسة تفريغ المسجد الأقصى المبارك لفتح المجال أمام المستوطنين المقتحمين بحراسة شرطية مشددة التي كانت أيضا اليوم حاضرة هذه المجموعات الاستيطانية المتطرفة في باحات المسجد الأقصى المبارك.
نعم، أشكرك دانا أبو شمسية مراسلتنا من العاصمة المحتلة، حدثتنا موسعا حول ما يجري هناك. إذن إبعاد لحراس المسجد الأقصى وأيضا هدم منشأة تجارية بهدف شق طريق استيطاني للقطار الخفيف كما تدعي سلطات الاحتلال. نتحول من العاصمة المحتلة إلى المحافظات الجنوبية مع سالي السكني. سالي، الاعتداءات لا تتوقف برا وبحرا في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى مجمل الأخبار المحلية هناك. تفضلي سالي. نعم، بداية أهلا بك ليال وبالسادة المشاهدين. يعني نتحدث في هذه الجولة بداية حول الخبر الأبرز في المحافظات الجنوبية، وهو سماح السلطات المصرية للمواطنين في غزة بالخروج عبر أراضيها، عبر الأراضي المصرية وحتى ديار الحجازية لأداء مناسك العمرة في رحلة اليوم هي الأولى منذ 5 سنوات بعد حرمان المواطنين من أداء مناسك العمرة 5 سنوات متواصلة. اليوم تخرج الرحلة الأولى وهي الآن في طريقها عبر الأراضي المصرية وحتى مطار القاهرة الدولي. من المقرر اليوم أن يتوجه إلى ديار الحجازية 800 معتمر فلسطيني من غزة، ومن المقرر يوم غد وبعد غد أن تستكمل الرحلات حتى نهايتها هذا الشهر. أيضا يذكر ليال بأن السلطات المصرية قامت بإرجاع ما يقارب 15 معتمرا أو مسافرا دون إبداء أي أسباب واضحة. والجدير بالذكر أيضا في هذا الموضوع بأن رغم حالة الفرح التي تنتاب المعتمرين ومن قبلت أسماؤهم في كشوفات المعتمرين، إلا أن هناك حالة من الغضب وحالة من الاستنفار والرفض في صفوف المعتمرين والذين رغبوا في ذلك ولم يتمكنوا من السفر نظرا لارتفاع تكاليف العمرة بصورة باهظة، حيث وصلت إلى ما يقارب 900 دينار للمعتمر الواحد، الأمر الذي أدى إلى محدودية عدد المعتمرين والمسافرين في هذه الفترة من السنة. في موضوع آخر ليال، نتحدث عن حالة التصعيد الإسرائيلي التي لا تهدأ جوا وبرا وبحرا، حيث بالأمس قامت قوات الاحتلال، طيران الاحتلال، بقصف مواقع متفرقة من قطاع غزة دون تسجيل أي إصابات. تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على أبعاد منخفضة من كافة في سماء كافة محافظات غزة. أيضا برا صباح هذا اليوم قامت بإطلاق النار قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الشرقي الفاصل، قامت بإطلاق النار على المزارعين شرق خان يونس دون تسجيل أي إصابات. أما بحرا فقد قامت الزوارق الحربية في بحر السودانية شمال قطاع غزة بإطلاق وفتح نيران رشاشاتها صوب الصيادين دون تسجيل أي إصابات. في موضوع آخر أيضا، الإصابات تمركزت في حادث عرضي داخلي تعرض له أحد المواطنين أو 3 من عائلة رحيم بحي الزيتون شرق مدينة غزة. وصفت الإصابات 2 منها متوسطة والثالثة خطيرة نظرا لإشعال العائلة للفحم داخل منزلهم بغرض التدفئة. بالتأكيد نتمنى السلامة للمصابين ولكل المواطنين في غزة. هذا مجمل التطورات والأحداث في المحافظات الجنوبية حتى الآن ليال. نعم، سالي السكني من المحافظات الجنوبية، أشكرك جزيل الشكر. نتحول إلى بكر عبد الحق من نابلس، ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بمراسلين الذين انضموا إلينا قبل قليل، هاني فنون من بيت لحم وأيضا محمد شتية من سلفيت. أبدأ معك بكر، أنياب الاستيطان لا تتوقف يعني لشق طرق وأيضا بهدف ربط عدة بؤر استيطانية، المشهد من مدينة نابلس بالإضافة إلى مجمل الأخبار لديكم من هناك، تفضل. تحية طيبة لك ليال وللسادة المشاهدين. نعم، الاستيطان لا يتوقف وهو بوتيرة متسارعة يسيطر على أراضي المواطنين ويبتلع ممتلكات وأراضي المواطنين رويدا رويدا. مشروع ألون الاستيطاني الذي وضعه الوزير الاستيطاني بقال ألون في تموز عام 67 انتقل من طور المخطط إلى طور التنفيذ هنا في منطقة جنوب وجنوب شرق محافظة نابلس. بموجب هذا المخطط الاستيطاني الذي يقضي بإقامة حدود أمنية لدولة الاحتلال على كامل امتداد نهر الأردن انطلاقا من غور بيسان شمالا حتى جنوب البحر الميت بعرض 10 ل15 كيلومترا حتى سلسلة جبال محافظة نابلس الشرقية. سلطات الاحتلال لغرض تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني، مشروع ألون، شرعت هنا بإجراءات عملية على الأرض جغرافيا وإن
إنشائيا لتهيئة كافة المناطق في جنوب وجنوب شرق محافظة نابلس لضم المستوطنات إلى بعضها البعض، بالتحديد مستوطنة عليه ومستوطنة شيلو التي تظهر في الصورة حاليا، وربط هاتين المستوطنتين بمستوطنة شيفوت رحيل المجاورة لشيلو، ومنها أيضا ربط مستوطنات أو البؤر الاستيطانية عدي عاد شكادش وأحياء وغيرها من البؤر الاستيطانية هنا في منطقة جنوب شرق محافظة نابلس، ربطها بهذه المستوطنات وربط مشمل هذه المستوطنات بمستوطنة عميحاي قيد الإنشاء التي ضاعف الاحتلال مساحتها 3 أضعاف مقارنة بما كانت عليه في حينما أقرت هذه المستوطنة لأول مرة منذ 20 عاما بشكل رسمي من قبل حكومة الاحتلال. مجمل هذه الإجراءات الاحتلالية هنا والتي توجت مؤخرا أو التي بلغت ذروتها مؤخرا بتسليم المجلس القروي هنا في قرية خريوط مخطط احتلالي لشق طرق جديدة، وكذلك الأمر مد خطوط كهرباء، إقامة مشروع لتوليد محطة توليد للكهرباء، وأيضا محطة أخرى لتنقية المياه العادمة، وهذه المشاريع بمناسبة مشاريع استراتيجية لا تنفذ إلا بالمدن الكبرى. إقامة هذه المشاريع وشق هذه الطرق ومد خطوط الكهرباء والمياه هنا من شأنه أن يبتلع آلاف الدنومات الزراعية ذات الملكية الخاصة من أراضي المواطنين سواء في بلدات قريوط وجالود وقصرى، وذلك تمهيدا لإقامة أكبر مخطط أكبر تجمع استيطاني عفوا في شمال الضفة، يمتد من هذه المستوطنات هنا مرورا بمستوطنة رحاليم التي أثناء مجيئنا هنا في طريقنا لبلد قريوط شاهدنا أيضا حركة نشطة لجرافات الاحتلال في تلك المستوطنة وعمليات إنشاء كبيرة داخل هذه المستوطنة، وربط مجمل هذه المستوطنات بمستوطنة رأيل ومنها إلى كفر قاسم داخل الخط الأخضر. هذا المخطط الاستيطاني ليالي يعني شطر الضفة الغربية إلى قسمين، شمال الضفة وفصل شمال الضفة عن جنوب ووسط الضفة، وهو تحدي واضح وصارخ للقرارات الأممية في مقدمتها القرار 242 القاضي بانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67. للوقوف أكثر حول تداعيات هذه الإجراءات الاحتلالية هنا في بلدة قريوط ينضم إلينا الناشط في شؤون الاستيطان بشار قريوتي. بشار، الآن نتحدث عن تنفيذ مخطط ألوان الاستيطاني الذي هيئ الاحتلال كافة الإمكانيات له في مناطق جنوب وجنوب شرق محافظة نابلس، كيف ستتأثر قريوط بالتحديد والقرى المجاورة لها من هذه المشاريع الأخيرة التي أقرها الاحتلال في مقدمتها شق طرق وإقامة محطات لتوليد الكهرباء ولتنقية المياه؟ نعم، الاحتلال يبدأ بتنفيذ مخطط ألون الاستعماري، وكان ضحيته هو قرية قريوط بالإضافة لعشرات القرى التي ستتضرر من هذا المخطط الكبير والذي سيقطع أوصال القرى الفلسطينية وسيسيطر على كافة الأراضي الفلسطينية الواقعة في منطقة جيم، خاصة أن القرى الفلسطينية معظم أراضيها تقع في المناطق المصنفة جيم، وهذا المخطط بدأ بالتنفيذ على أرض الواقع قبل فترات وقبل سنوات. أصدر الاحتلال مخططات استيطانية وإيداع مخططات هيكلية للمصادقة على هذه المخططات، وهذه الأيام يبدأ الاحتلال بالتنفيذ لهذه المخططات ويبدأ بتنفيذ البنية التحتية انتهاءا طبعا بالمناطق الاستيطانية وإقامة الوحدات السكنية. هذا المخطط الاستيطاني بداية يبدأ بشق الطرق الاستيطانية الرابطة ما بين المستوطنات الجاثمة في وسط الضفة الغربية، وأيضا هناك البدء بتنفيذ المخططات البنية التحتية التي هي ستكون هي تمهيدا لإقامة المستوطنات وربط كافة المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين. قرية قريوط تحاط بها عدة مستوطنات من ضمنها بشار لو سمحت لي الآن يعني تظهر لنا في عين الكاميرا هنا عين فلسطين مستوطنة عليه، وهذه الأراضي المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين وهي ذات ملكية خاصة، إذا ما شقت الطرق هنا فعليا ونفذ الاحتلال المخطط ستصبح هذه الأراضي جميعها التي تظهر في الصورة هي تحت السيطرة الاستيطانية. نعم، هي أراضي فلسطينية خاصة، ولكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات كل الأمور والملكيات الخاصة للمواطنين ويقوم بمصادرة الأراضي
لأغراض عسكرية ولأغراض استيطانية، ويمنع حتى أصحاب الأراضي من استصلاح أراضيهم في المناطق الواقعة في مناطق جيم، ويمنح قطعان المستوطنين هذه الأراضي لإقامة بؤرهم الاستيطانية، ويقوم بتنفيذ البنية التحتية لهؤلاء المستوطنين الذين يسيطرون على التلال في منطقة وسط الضفة الغربية. في هذه الأيام يبدأ بتنفيذ بشق الطرق بعدة مستوطنات، كافة المستوطنات في منطقة جنوب نابلس تبدأ بالتنفيذ بتسارع كبير جدا في مناطق وسط الضفة الغربية. هناك تسارع كبير جدا، هناك مصادقة على مئات الوحدات السكنية في عدة مستوطنات، من ضمنها مستوطنة شيلو التي تعتبر هي المنطقة الاستيطانية الكبيرة التي تدير عدة مناطق استيطانية في منطقة وسط الضفة الغربية. قريوت هي ضحية، وأيضا جالود هي ضحية أيضا أخرى، وقرية قصرة أيضا هي ضحية أخرى، وهناك كرة تتصدى لهذه المخططات الاستيطانية، من ضمنها بلدة المغير القريبة أيضا من بلدة قريوت، وهناك أيضا بؤر استيطانية تم إقامتها على أراضي المواطنين الذين يحاولون بقدر الإمكان الدفاع عن باقي الأراضي المتبقية لهم. شكرا بشار القريوتي الناشط في شؤون الاستيطان على هذه المداخلة، ونحن طبعا بطبيعة الحال سنكون بمواكبة في تغطية خاصة لهذا الموضوع عبر إعداد تقرير على نشرات الإخبارية اللاحقة. هذا فيما يتعلق بأشياء الاستيطان ليال. نعم. بلغت كميات الأمطار المتساقطة على مدينة نابلس خلال موسم الشتاء بلغت 750 مليمترا، وبهذا تكون محافظة نابلس قد سجلت على النسب مقارنة بمحافظات الوطن، وهي ثاني المحافظات من حيث كميات الأمطار المتساقطة عليها بعد محافظة قلقيلية، وهو ما يبشر بموسم أمطار نشط وخير كبير على مستوى المحافظة، سواء على الشق الزراعي أو على حصة المحافظة من المياه، وهما يعني ما سينعكس إن شاء الله خيرا على المواطنين في فصل الصيف المقبل. هذا كل ما لدينا من أخبار وأحداث في محافظة نابلس. ليال تفضلي. نعم، نتمنى أن يكون موسم خير على جميع محافظات الوطن. أشكرك بكر عبد الحق من مدينة نابلس. إذا مشاهدينا الكرام، مشهد تسمين المستوطنات لا يتوقف في محافظات الوطن. نتحول إلى محمد شتية، شق طرق استيطانية لربطها ببعضها البعض في نابلس، واليوم توسيع لمستوطنة أخرى في سلفيت، يعني حجارة المستوطنين لا تتوقف هناك. المشهد من لديك محمد، تفضل. مرحبا بك ليال وبالسادة المشاهدين. يعني التوسع الاستيطاني على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت لا يتوقف، متواصل ليل نهار. بلدة بروقين واحدة من القرى والبلدات التي تتعرض باستمرار لهجمة استيطانية غير مسبوقة. اليوم هناك تأهيل للبنية التحتية لمستوطنة بروقين، هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة بروقين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ضيفي هنا الأستاذ خالد معالي، الباحث في شؤون الاستيطان. مساء الخير. مساء النور أستاذ خالد. يعني مرة أخرى الاستيطان يتكاثر على أراضي ويتمدد على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت. الاحتلال يسعى إلى وأد حلم الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية من خلال تسمين إصبع عرائيل والشريط الاستيطاني الهائل في محافظة سلفيت. تعقيبك على ذلك. نعم، يعني تحاول سلطات الاحتلال من خلال توسعة وتقوية عمليات الاستيطان في قرى وبلدات محافظة سلفيت نشر والتواصل في الشريط الاستيطاني الممتد من حاجز زعتر شرق سلفيت وجنوب نابلس حتى كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 48. مستوطنة بروخين، يعني حاول الاحتلال تغيير الأسماء وتغيير التاريخ والجغرافيا من يعني بتسميتها بهذا الاسم، حيث أنها تجذم وتسرق وتغتصب وتتغول على حساب أراضي قرية بروكين التي تقع غرب محافظة سلفيت. جميع قرى وبلدات محافظة سلفيت عمليا تتعرض لعملية مصادرة لأراضيها لتوسعة 25 مستوطنة مقامة في الشريط الاستيطاني في محافظة سلفيت. الاحتلال يريد أن يقوي هذا الشريط ويجعله حقيقة ثابتة بقوة السلاح، وبذلك يقتل حلم إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة الأطراف. سلطات الاحتلال تهدف أيضا من خلال توسعة الاستيطان إلى السيطرة على موارد الفلسطينيين، حيث أن المياه الجوفية الغنية يسيطر عليها الاحتلال في محافظة سلفيت، والتي هي يعني تجثم فوق أغنى حوض مائي فلسطيني. أيضا تحاول سلطات الاحتلال السيطرة على الأحراش الطبيعية والأراضي الزراعية أو الرعوية لصالح عمليات الاستيطان. فوادي قانا مثلا تسيطر عليه الاحتلال تقريبا بشبه كامل، وتمنع
المزارعين الفلسطينيين من استثماره، علما أن هذا الوادي لوحده لو كان يعني حقيقة استغل لكان سلة غذاء لمحافظة سلفيت ولبقية الوطن. بالتالي الاستيطان يستنزف التاريخ والحضارة والموارد الفلسطينية وكل ما يخص الفلسطينيين لصالح راحة المستوطنين في 25 مستوطنة، علما أن مستوطنة أرئيل التي فيها جامعة وهي جامعة استيطانية وحيدة في محافظة سلفيت تجثم فوق أراضي سلفيت. هذه المستوطنة أيضا يوجد لها منطقة صناعية تقوم بسكب مخلفاتها والمياه العادمة والمياه المسرطنة في وديان المحافظة. يعني مستوطنة أرئيل أيضا الاحتلال يعتبرها إحدى بلديات تل أبيب، وبالتالي نرى أن الاحتلال يريد أن يفرض الاستيطان بحكم الواقع، بحكم القوة، بحكم الإرهاب، لأن الاستيطان بحسب القانون الدولي هو جريمة حرب، لكن حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والقوانين الدولية من أجل إقامة دولة للمستوطنين على حساب دولة للفلسطينيين. يعطيك العافية الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي. طبعا بقي أن نشير ليال إلى أن بلدة بروقين محاطة بسلسلة من المستوطنات، ثلاث منطقتين صناعيتين، منطقة بركان ومنطقة أرائيل الصناعية، ومستوطنة بروقين هذه المستوطنة التي تعمد الاحتلال على إطلاق اسم بروقين عليها حتى سرقة الأسماء وتزوير التاريخ وكتابة تاريخ مزور له على أراضي محافظة سلفيت. الصورة وصلت محمد اشتي، أشكرك جزيل الشكر من سلفيت على هذه المعلومات والإيضاحات. نتحول إلى هاني فنون، ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بأنال الجدع الذي انضم إلينا من قلقيلية. هاني، ما الجديد لديكم في محافظة بيت لحم من أخبار محلية؟ تفضل. أهلا ومرحبا بك ليال وجميع مشاهدي برنامج مراسلون في الميدان. قوات الاحتلال فجر هذا اليوم اعتقلت ثلاثة مواطنين في أنحاء متفرقة من محافظة بيت لحم. اعتقلت الشابين عبد الله أحمد موسى 16 عاما ومحمد أسعد نسيم الصباح أيضا 16 عاما من بلدة الخضر إلى الجنوب الغربي للمدينة، وفي بلدة تقوع إلى الجنوب الشرقي للمدينة اعتقلت محي الدين العمور 17 عاما واقتادتهم إلى جهة مجهولة. هذا أيضا يعني فيما يتعلق بالاحتلال وإجراءات الاحتلال، الاحتلال يقيم حواجز احتلالية على يعني مداخل محافظة بيت لحم منذ صبيحة هذا اليوم في إجراء يعني عرقلة حركة تنقل المواطنين في أنحاء المحافظة ذهابا وإيابا من الأرياف إلى المدينة. أيضا يعني ليال بالأمس فاز فريق الأفق لمدرسة التحرير الأساسية في بلدة بيت فجار في على مستوى محافظات الجنوب في مسابقة يعني مسابقة الفضائي أو الأولمبياد الفضائي الذي يعني شارك فيه قرابة 11 طالبا من المدرسة في يعني إنتاج عبارة عن جهاز لفلترة المياه أو ما يسمى بديلسة المياه العادمة في الفضاء. هذا الجهاز يمكن من يقوم يعني أو رجال الفضاء بتحلية المياه لاستخدامها في أثناء رحلتهم الفضائية دون الشرب، يعني لأن الشرب لأن هذه المياه لا تصلح للشرب لكنها تصلح للاستخدامات في الفضاء، ويعني يوفر على هذا الفريق الفضائي إخراج صاروخ أو ما شابه ذلك يعني أيضا لتزويدهم بالمياه. هذه يعني هذا الفريق للمرة الثانية وخلال 4 شهور يقوم بإنتاج يعني جهاز جديد، ويعني أيضا يشارك بمسابقة جديدة. في شهر 11 الماضي 2018 قام هذا الفريق من هذه المدرسة بالمشاركة في تايلاند في مسابقة الروبوت الزراعي الذكي، ويعني فازوا بالمرتبة 17 يعني على مستوى العالم. لكن هذه المسابقة التي تقام على مستوى فلسطين يعني في الشهر أو في هذا الشهر سيكون هناك مسابقة في جامعة بيت لحم في جامعة بير زيت، ومن ثم إذا تأهل هذا الفريق سيذهب إلى الأردن للمشاركة في مسابقة على مستوى الشرق الأوسط، وفي حال تأهله إن شاء الله في هذه المسابقة على مستوى الشرق الأوسط سيتم يعني مشاركته في المسابقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وهي على مستوى عالمي. نتمنى لهذا الفريق الفوز مدارس مدرسة صغيرة الأولمبياد.
يعني نتمنى لهذا الفريق الفوز والوصول للمراحل النهائية وأيضا للأولمبياد. يعني أشكرك جزيل الشكر هاني فنون من بيت لحم. نتحول إلى أنال الجدع في قلقيلية، ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بمراسلنا الذي انضم إلينا من طول كرم، إيهاب الضميري. أنال، يعني أبرز ما يجري هناك لديكم في المحافظة، تفضل. نعم، تحية لك ليال ولكافة المشاهدين. يعني بالفعل نحن نتواجد الآن على مدخل بلدة عزون، هذا المدخل الشمالي الذي دائما ما يقوم الاحتلال بإغلاقه، أيضا بمحاذاة الشارع الاستيطاني المسمى 55. يعني يوم أمس تفاجأ المواطنون والمزارعون هنا في بلدة عزون بقيام الاحتلال بإصدار أوامر لمصادرة أكثر من 15 دنما من أراضي بلدة عزون. يعني هذه الأراضي التي خلفي هي من الأراضي التي تم إصدار أوامر مصادرة فيها، وذلك لصالح أغراض توسيع طرق كما ادعى الاحتلال. طبعا سنتعرف على حيثيات هذا القرار مع ضيفي هنا المسؤول في ملف الاستيطان في بلدة عزون السيد حسن إشبيطة. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج مراسلون. يعني لو تطلعنا على حيثيات هذا القرار وكيف سيؤثر على المواطنين. أول شيء صباح الخير لكل المشاهدين. بالنسبة لهذا القرار تفاجأنا فيه إحنا كعزون كمواطنين كبلدية كمؤسسات، إنه قرار أجاء فجائي بمصادرة عشرات الدنومات بمحاذاة الشارع الاستيطاني الارتفاع في 55، سيء الصيد وسيء الذكر الذي تعج كل المشاكل تقع بسببه. مصادرة هذه الأراضي المناسقة للشارع 55 القريبة من المنازل تعني احتكاك جديد أو متواصل مع قوات الاحتلال، وهذا سيولد مشاكل إن لأهل عزون، غير الضرر الاقتصادي، غير أنه يمنع الناس الوصول لأراضيهم عن طريق هذه المناطق لأنها على طول شارع 55 مسافة طويلة. هذا يؤثر على الحياة الاقتصادية في عزون، على الحياة الاجتماعية، على المداهمات اللي بتصير ليلية ويومية من قبل قوات الاحتلال. كما تعرفون عزون على تقع على شارع 55 بطول حوالي 5 كيلومتر. هذا الشارع الذي يسبب المشاكل لنا حاليا، سلطات الاحتلال أصدرت هذه الأوامر بمصادرة هذه الدنومات حسب ما يدعون لأغراض عسكرية، ولا نعلم ما هي الأغراض العسكرية، هل هي معسكرات جيش، هل هي أبراج، هل برغم أنه وجود أبراج عسكرية موجودة على طول هذا الشارع. نعم، يعني كيف سيمكن أو كيف ستعملون على مواجهة هذا القرار ومثل هذه القرارات لاحقا؟ في البدء احنا نكون بالتواصل مع الجهات الفلسطينية المعنية كارتباط مدني فلسطيني وكمحافظة، نكون بإبلاغهم بإحصاء أصحاب الأراضي هذه، بعمل مخططات لهم من أجل رفع قضايا على الاحتلال لوقف أو منع هذا القرار إن أمكن. نعم، يعني بلدة عزون يعني من أكثر المناطق في محافظة قلقيلية تضررا بفعل الاستيطان وبفعل سياسات الاحتلال. يعني نشاهد الأبراج العسكرية منتشرة في محيط بلدة عزون، أيضا هذا الشارع الاستيطاني الذي يخنق المواطنين هنا في بلدة عزون، وكذلك البوابة التي يتحكم الاحتلال في فتحها وإغلاقها دائما، أيضا اليوم مصادر يعني كيف تفسر كل هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين وبحق بلدة عزون ككل؟ هذا مخطط إسرائيلي احتلالي يعني معروف، مش من اليوم، ولا وليد اللحظة، ولا وليد سنة ولا سنتين ولا 10 سنين سابقا. هذه إجراءات إسرائيلية موجودة احتلالية، منها عمل البوابات، في عندنا 5 بوابات، منها بوابة زراعية و5 بوابات على مداخل عزون تغلق في أي لحظة، قتل الحياة الاقتصادية الموجودة في عزون، قتل حياة التجار. بالنسبة للمداهمات الليلية التي تقع شبه ليلية في عزون من اعتقالات وتعذيب في المواطنين، هذا الكلام كله سياسة الاحتلال هدفه انه تهجير سكان عزون من عزون واخلاء الارض للمستوطنين وللاجراءات الاسرائيلية. فهيهات يحصل هذا الاشي، لانه معظم شباب عزون موجودين في السجون، اللي مش في السجن داخل السجن مرة ومرتين وثلاثة، في صمود في وجه الاحتلال من اجل انه نحافظ على ارضنا، ارض فلسطينية من الاحتلال، ولا نسمح له ان يصادرها ولا ان ياخذ منها حتى حبة تراب. نعم، السيد حسن شبيطة مسؤول ملف الاستيطان في بلدية عزون، أشكرك. يعني كان هذا الحديث فيما يتعلق بالقرار الاحتلالي الأخير القاضي بمصادرة 15 دنما من أراضي بلدة عزون لصالح إقامة مناطق عسكرية كما يدعي الاحتلال، أو إقامة طرق لا يعرف ماهيتها. يعني نجدد الذكر بأن بلدة عزون من أكثر المناطق في محافظة قلقيلية التي تتعرض
نعم. لاستهداف الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالمداهمات الليلية المستمرة والاقتحامات المستمرة، إضافة إلى الاعتقالات في البلدة وخاصة للأطفال، كذلك إغلاق البوابة المستمر من قبل الاحتلال والذي يؤثر بشكل كبير على المواطنين في بلدة عزون. نعم، أشكرك أنال الجدع، حدثنا من طبعا تحديدا من بلدة عزون شرق قلقيلية، وأوامر بمصادرة 15 دونماً من هناك. نتحول إلى مدينة الخليل مع عرين العملة. إذن عرين، يعني الحديث عن اقتحامات وتفتيش لمنازل المواطنين بالإضافة إلى اعتداء على مواطن آخر من قبل مستوطن. المشهد من خليل الرحمن، تفضل يا عرين. نعم ليال، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. سأبدأ من حيث أقف الآن في دار محافظة الخليل، حيث كانت هناك ورشة عمل تدور رحاها حول كيفية التصدي للجراد الصحراوي في ظل الحديث عن وصول أسراب من هذا الجراد إلى السعودية وانحراف مساره، ربما قد يصل إلى فلسطين في بحر الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة. هناك خطة عمل تعدها وزارة الزراعة في محافظة الخليل لتصدي لهذا الجراد، وكانت هناك اجتماع اليوم وحديث مطول حول آلية التصدي لهذه الأسراب التي قد تصل إلى فلسطين، وهناك حملة لتوعية المزارعين في كيفية التصرف في حال وصل هذا الجراد. نتحدث عن جهوزية لوزارة الزراعة بالتعاون مع مؤسسات المحافظة والبلدية الوقوف إلى جانب المزارعين والحفاظ على الغطاء الزراعي هنا في فلسطين وفي الخليل تحديدا. نتحدث أيضا عن اقتحامات ليطا كانت هذه الليلة وصباح هذا اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يطا وفتشت عدد من المنازل وسلمت مواطن بلاغا لمراجعة مخابراتها العسكرية، ولم يسجل أي اعتقال في كافة محافظات أو في كافة بلدات محافظة الخليل لهذا اليوم. نتحدث عن اعتداء آخر وجديد وممنهج لسلسلة الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين في محافظة الخليل وتحديدا في مناطق التماس، شارع الشهداء وتل الرميدة. كان هناك اعتداء لمجموعة من المستوطنين على الشاب إبراهيم بدر وتم رشه بأغاز الفلفل الحار، ونحن نعد تقريرا هذا اليوم عن هذا الشاب الذي تعرض لاعتداء من المستوطنين في شارع الشهداء في ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات والاعتداءات من قبل المستوطنين في ظل غياب بعثة التواجد الدولي وقرار الاحتلال بإنهاء عملها هنا. هذه مجمل الأحداث. نعم. من الخليل اليوم، إليك ليال. أشكرك عرين العملة، حدثنا من محافظة الخليل حول أبرز ما يجري هناك. نتحول من مدينة الخليل إلى طول كرم مع إيهاب الضميري. إيهاب، يعني أبرز ما في جعبتك من أخبار وأحداث محلية تجري هناك، تفضل. تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. طول كرم بالفعل، يعني اليوم هناك في جعبتنا أحداث ميدانية وأيضا حدث على مستوى الفعاليات المتعلقة بفعاليات والأنشطة الرياضية للتربية والتعليم، لكن لنبدأ في الوضع الميداني في طول كرم. قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرم فجر اليوم وداهمت عدد من المنازل واعتقلت أيضا مواطنا خلال هذه المداهمات، وهو المواطن محمد حسين موسى، حيث تم اعتقاله من منزله واقتادته قوات الاحتلال إلى جهة غير معلومة، في ظل أيضا سياسة تتبعها الاحتلال في كافة محافظات الوطن بما فيها طول كرم، هي سياسة الاعتقالات الليلية والمداهمات والاقتحامات. هذا بما يتعلق في الوضع الميداني. أيضا بموضوع الأسرى وفي سياق المتصل، اليوم يدخل الأسير عدنان ساري محمد حسين المحكوم بالسجن 24 عاما، يدخل عامه 16، حيث
اعتقل منذ العام 2004 وقضى إلى حد الآن 15 عاما في سجون الاحتلال. اليوم يدخل عامه 16، وبالتالي يعني هو من أحد الأسرى في محافظة طول كرم من المحكومين بمحكوميات عالية، وبالتالي يعني اليوم يدخل عامه 16. أيضا نتحدث عن فعالية للتربية والتعليم من ضمن الأنشطة الرياضية والأنشطة المختلفة التي تقوم فيها مديرية التربية والتعليم. كان اليوم هناك بطولة للمدارس الأساسية العليا والدنيا، وهنا أتحدث عن مدارس الذكور، بطولة للجمباز، حيث منذ ساعات الصباح الباكر توجه عدد أو طلبة المدارس المعنية في هذه البطولة من محافظة طول كرم إلى مدرسة الذكور ارتاح الثانوية، وهناك أجريت هذه البطولة التي كانت فيها تنافسية شديدة للغاية بين الطلبة، وبالتالي هذه البطولة هي ضمن أنشطة رياضية. بعد يومين ستلحقها بطولة شبيهة ولكن هذه المرة للإناث للمدارس الأساسية العليا والدنيا، حيث ستكون بطولة الجمباز هي أحد البطولات وأحد الرياضات التي تحاول أو يحاول قسم الأنشطة الرياضية في تربية طول كرم التركيز عليها، وذلك لتطوير الطلبة ذهنيا وجسديا، وبالتالي لخلق أيضا التنافسية بين هذه المدارس وترشيح أيضا المدرسة التي ستمثل على مستوى مديرية التربية والتعليم محافظة طول كرم في هذه البطولة، بطولة الجمباز. هذا ما لدينا اليوم في محافظة طول كرم. نعم، نتمنى التوفيق للجميع. أشكرك إيهاب الضميري، حدثنا من طول كرم حول أبرز ما يجري هناك لديكم بالمحافظة. إذن مشاهدينا الكرام، جولة مراسلونا في الميدان انتهت لهذا اليوم. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.